Hey guys, how are you doing? ازيكم شباب عاملين ايه؟ بتكونوا كويسين؟ فيديو النهارده معمول مخصوص عشان اعرفك ازاي تمشي بالترتيب وازاي تدرس على القناه بشكل صحيح. اوكي، ناس كتير بعت لي رسائل وبتقولي ازاي ابدا على القناه، مش عارف ابدا منين، ابدا ازاي، ابدا بانه كورس، اوكي ايه الترتيب الصحيح او ايه الشكل الصحيح اللي انا ادرس بيه على القناه بحيث ان انا استفيد اكثر استفاده. ففيديو النهارده معمول مخصوص عشان ارد على الاسئله دي وشرح لك خطه الدراسه بالتفصيل على القناه بشكل بسيط وسهل جدا. يلا بينا، خليك معايا. اوكي، سو اول ما بتدخل على القناه alright بتلاقي صفحه رئيسيه. اوكي، لو انت بتستخدم سيل فون في سكرين ريكورد للتليفون دلوقتي هتلاقيه. اوكي، اول ما تدخل على القناه هتلاقي فيديو 10 اسرع 10 خطوات لتحسين وتحدث اللغه الانجليزيه بطلاقه. اوكي، الفيديو ده مهم جدا، انصحك تشوف. alright، وفي مكتوب خطه الدراسه كتابه. اوكي، وانا هكتبها فعلا في الوصف ولكن انا هشرحها لك عملي حاليا. اوكي، وهتلاقي بلاي ليست مترتبه كده ورا بعض. سو اول كورس هو كورس الصوتيات الشامل للامريكان انجلش، ازاي تنطق الحروف بشكل صحيح. ده اول كورس انصحك تبدا بيه، اوكي، عشان تاسس او تتاسس في الامريكان اكسنت ويبقى عندك امريكان اكسنت كويس. ده اللي هيعمل لك امريكان اكسنت وده اللي هيعلمك تتكلم زي الاجانب بالظبط. انت عندك 19 فيديو في البلاي ليست. اوكي، هما actually 14 sessions، هم 14 session. اوكي، بس انصحك اللي انت تسمع اخر خمس فيديوهات. اوكي، اخر خمس فيديوهات في البلاي ليست ديت هم التجميع لل 14 session المنفصلين. اوكي، انا مجمع اول فيديو في 4 sessions، تاني فيديو في 3 sessions، تالت فيديو في 3 sessions وهكذا. اوكي، فانا مرتبهم لك على بعض، يعني ممكن تاخد 3 session في الفيديو، اوكي، او واحدة بواحدة. تمام، يبقى ده كورس الصوتيات. اوكي، هما 14 سيشن، ممكن تخلصهم في اسبوعين، ممكن تخلصهم في اسبوع، ممكن تخلصهم في شهر، زي ما انت عاوز. بس اهم حاجة تفهم الكورس ده واعتمادته على الفهم. اوكي، عشان تفهم نطق الامريكانز ازاي وتقرب من النطق بتاعهم. اوكي، تقرب من النطق بتاعهم وتنطق الحروف بشكل صحيح والكلمات بشكل صحيح، فبالتالي تعمل جملة صحيحة. اوكي، بالبرونسيشن بتاعك يكون كويس وقوي زي الامريكان نيتف سبيكرز. اوكي، بدا اول كورس هتبدا بيه هو كورس الصوتيات الشامل. اوكي، عشان تتاسس في اللغه بشكل سليم. اوكي، طيب تاني حاجه وراه على طول هو كورس الجامعه الامريكيه لتعلم اللغه الانجليزيه. اوكي، وده الكورس 15 مستوى امريكان انجلش. طبعا الكورس ده من اقوى الكورسات على الانترنت. اوكي، I promise you top notch. اوكي، كل كتاب زي ما اتفقنا في 5 sessions 5 levels. اوكي، خمس مستويات في كل كتاب، هما 3 books، 3 كتب، كل كتاب فيه خمس مستويات. وريدي وصلنا للمستوى العاشر في البلاي ليست ديت وفي الكورس ده. اوكي، فتلاقي 47 فيديو مهمين جدا، هستفيد منهم كتير جدا جدا جدا. يعني انت لو beginner تبدأ من beginner intermediate advanced level. اوكي، والكورس ده هيقويك جدا في اللغة الانجليزية، في كم معلومات هائل وجميل جدا ومفيد جدا. اوكي، فموجود طبعا كل حاجة بالماتريال بتاعته، البي دي اف بتاعته، كل حاجة موجودة، وهكذا الكورس صوتيات. اوكي، كل سيشن بالبي دي اف بتاعه. طيب معدل الدراسة ايه في كورس الجامعة الامريكية؟ كورس الجامعة الامريكية انت ممكن 3 sessions في الاسبوع، ممكن تاخد 3 محاضرات في الاسبوع. اوكي، تسمعهم، بعد ما تسمع الفيديو كل اللي انا محتاجه منك اللي انت بعد كده تواظب على سماع الاوديوز اللي انت خدتها في السيشن. يعني تسمع السيشن في كام اوديو، كام محادثة، على كام مقال article، على قاعدة بسيطة. فعاوزك كل اللي انت تعمله اللي انت تسمع كتير، listen a lot. okay، listen 80% of the time 24/7. اسمع الاوديوز دي 24/7. okay، لازم تسمع الاوديوز دي كتير جدا. والماتيريال كلها موجودة برضو في صندوق الوصف بكل اللينكات، ولو اللينكات مش شغالة معاك كلمني وهبعت لك الحاجات ديت كلها، مش اي مشكلة. okay، يبقى كورس الجامعة الامريكية قلنا 3 sessions في الاسبوع. okay،
بحيث ان تخلصه في اسرع وقت، واستفيد بيه استفادة كبيرة جدا. واهم حاجة المواظبة على استماع كتير جدا جدا جدا، لانه يعني listening is the key. okay, if you wanna be a good speaker you have to be a good listener. okay, لازم تسمع مستمع كويس عشان تبقى متحدث كويس. اوكي، وده الكلام ده بقوله على طول. alright, بعد كده عندنا كورس ثالث، هو كورس تعلم الانجليزية من خلال القصص القصيرة، short stories program. الكورس ده برضو مهم جدا ومفيد جدا 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 في تقوية الكلمات بتاعتك، في listening skills بتاعتك. اوكي، تقويها جدا جدا جدا. طيب كورس القصص القصيرة ده تاخد قصة كل اسبوع. اوكي، قصة كل اسبوع. يبقى كورس القصص القصيرة تاخد قصة مع في الاسبوع مع 3 سيشنز بتوع كورس الجامعة الأمريكية. اوكي، يبقى هو بالموازاة مع كورس الجامعة الأمريكية. اوكي، هتدرس كورس القصص القصيرة، هما 15 قصة بس لحد الآن، ان شاء الله قريبا بإذن الله. اوكي، هيبقى في كورس قوي جدا جدا بشكل مختلف في القصص القصيرة. اوكي، رابع كورس معانا هو كورس القواعد الشامل. اوكي، كورس القواعد الشامل هو يعني انا عامل كورس، هو طبعا انت ما تدرس القاعدة، مش عاوزك تدرس قواعد جرامر خالص متعلق بالانجلش، الكلام ده قديم طبعا، مش عاوزك تدرس جرامر، انا عاوزك تفهمه فقط. اوكي، متعمقش في الفهم القاعدة، اهم حاجة تفهمها وتمارسها. اوكي، اهم حاجه ممارسه القاعده وليس دراسه القاعده في اللغه الانجليزيه. اوكي، فانا اعمل لك كورس قواعد بفهمك بس الازمنه، اوكي، باللغه الانجليزيه، يعني في الانجليزي بيستخدموه ازاي. اوكي، وشويه قواعد سهله وبسيطه، ده ممكن تاخده كل يوم فيديو بس، عاوزك تفهمهم بس مش اكتر. اوكي، طيب بعد كده بقى كورس المحادثه الانجليزيه، وده يعني مهم جدا 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 اللي انت تسمع الفيديوهات ديت كل يوم. كل يوم، هو الفيديو اصلا قصير، يعني اطول فيديو في كورس محادثة هو 3 دقايق، تسمع محادثة او بتتفرج على محادثة. اوكي، من نيز سبيكرز بشكل بسيط وممتع، يعني هي محادثة 3 دقايق ماكسيمم، 4 دقايق المحادثة. اوكي، بتسمعها وتتفرج عليها بشكل سهل وبسيط. اوكي، فلازم تسمع، هو يعني مهارة الاستماع، بتقوي مهارة الاستماع جدا جدا جدا، فلازم تسمع عشان تقوي pronunciation بتاعك وتسمع وتفهم بشكل أسرع. أوكي، بكورس محادثة طبعا يعني كل يوم محادثة مفيش أي مشكلة. أوكي، أهم حاجة اللي انت تواظب على الاستماع والممارسة دوما. أوكي، because the language use it or lose it، يعني استخدم اللغة يا إما هتنساها وتخسرها. طيب بعد كده عندنا العنوان التاني، وهو البلايليست التانية الموجودة على القناة أو متعلقة بالإنجليش، هو English في English، English Mentor. English Mentor في شوية فيديوهات كده عن مثلا أفضل مسلسلات، أفضل أفلام اللي انت تتفرج عليها عشان تعلم منها English كويس، فيها شوية نصايح عن اللغة عموما، شوية فيديوهات كده هتفيدك جدا بالنسبة للغة الإنجليزية بشكل عام. Trash Talk Show برضو، يعني شوية فيديوهات برضو بسيطة بتتكلم عن اللغة الإنجليزية وأهميتها. Word of the Day، في طبعا يعني شوية فيديوهات قصيرة كده لمدة دقيقة بتتكلم عن شوية كلمات. أوكي، بشرح كلمات فيها بشكل سهل وبسيط. كورس تحسين الاستماع او كورس الاستماع تقوية مهارة الاستماع في اللغة الانجليزية، الكورس ده مفيد جدا ومهم جدا جدا جدا، لان انا بركز يعني وتركيزك كله لازم يكون على الاستماع في اللغة الانجليزية، مهارة الاستماع مهمة جدا جدا جدا. اوكي، فكورس الاستماع ده هو قائم على اللي احنا بنراجع تاني على المحادثات او الاوديوز في الكورس اوريدي، اللي هو في كورس الجامعة الامريكية، اللي هو زي ما قلت لك كورس الجامعة الأمريكية اللي هو أهم كورس عندنا في القناة. أوكي، أو اللي انت بتدرسه عشان تعلم منه English كويس وتطلع متحدث لغة إنجليزية طليق. أوكي، فكورس الاستماع ده أنا بسمع معاك. أوكي، أو بسمعك الأوديوز اللي احنا خدناها كلها في الكورس كمراجعة على الاستماع. تمام، فكورس الاستماع يعني مهم جدا جدا جدا، انت مش مشكلة تفرج الكورس، أما حاجة انت لو بتسمع على طول مش هتحتاج الكورس ده. اوكي، لكن لو عندك كسل انت تسمع فلا اسمع معايا احسن بقى. اوكي، عشان كمتابعه. alright. اوكي، عندك English Idioms Program، تعلم المصطلحات الانجليزيه. Idioms طبعا عارفين كلنا الIdioms، ده speak like an American،
اوكي idioms مهمة جدا 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 ومستخدمة جدا وشائعة جدا في اللغة الإنجليزية وبتستخدم على طول في المحادثات اليومية، فلازم يبقى عندك خلفية عن ال idioms. اوكي فدي شوية idioms برضو بـ audio lessons، اوكي بدروس صوتية تتفرج عليها هتفيدك جدا جدا جدا. كورس الكلمات برضو نفس الحكاية، كلمات مهمة جدا في اللغة الإنجليزية مستخدمة وشائعة. طيب بعد كده هتلاقي قوائم تشغيل فريدة بقى. اوكي طيب اكبر سلسله طبعا او اكبر بلاي ليست عندي على القناه هي بوك كلوب. بوك كلوب ديت عباره عن ملخصات كتب باللغه الانجليزيه وملخصات كتب عربيه also اللغه العربيه او ملخصات انجلش بس مترجمه الى اللغه العربيه. هي طبعا مهمه جدا جدا لو بتحب القراءه او عاوز تطور برضو من الانجليش وتقرأ كتب بالانجليش بعد كده، هتلاقي الكتب دي مفيدة جدا 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 لانها اوديو بوكس، يعني اوديو بتقرأ وبتسمع في نفس الوقت. اوكي بالكتابة موجودة قدامك والاستماع موجود، يعني واحد هو نيتف سبيكر هو اللي بيقرأ لك الكتاب. اوكي فدي حاجة قوية جدا جدا ليتنوع وتطور مهاراتك وتطور من كلماتك في اللغة الانجليزية، غير انها عبارة عن كتب تنمية ذاتية معظمها. اوكي فهتفيدك جدا جدا في شخصيتك وفي النمو الذاتي وتطوير الشخصية والبزنس، وهيبقى عندك خلفية وكمية نوليدج وكمية معرفة كويسة جدا جدا من الكتب لو انت من محب القراءة. اوكي فدي يعني my favorite playlist، دي القائمة المفضلة عندي صراحة. اوكي في على القناة وبعمل عليها شغل كتير جدا وبتعب جدا فيها، فاسمعها طبعا او هتستفيد منها جدا لو انت بتحب القراءة وبرضو عاوز تطور من مهارتك في اللغة الانجليزية. اقرأ لك كل يوم كتاب، why not، او اسمع كل يوم كتاب لمدة تلت ساعة نص ساعة على حسب الكتاب قد ايه، فهتفيدك جدا 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 ان شاء الله. اوكي بعد كده طبعا هتلاقي playlist منفردة popular uploads وكده، بعد كده تلاقي بقى ال playlist منفردة. تمامي بقى كده دي الكورسات اللي على القناة بالترتيب، عرفت هتبدأ منين وازاي. اوكي فالموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا، وكل حاجة وكل فيديو تحتيه الماتريال بتاعته والبي دي اف بتاعته. وزي ما انتوا عارفين برضو انا عامل جوجل كلاس روم، في جوجل كلاس روم موجود عليه برضو كل ماتريال بتاعت الكورس بتاعت كل الكورسات المتاحة على القناة. اوكي وبرضو هتلاقيها في اول تعليق وفي الوصف، هحط لك كل اللينكات بتاعت الماتيريال عشان تقدر توصل لها بسهولة وتسمعها كتير وتستفيد منها. اوكي فاول حاجة كورس الصوتيات، بعد كده كورس الجامعة الأمريكية 3 محاضرات في الاسبوع، كورس القصص القصيرة محاضرة كل اسبوع مع كورس الجامعة الأمريكية، كورس القواعد، كورس المحادثة، كورس الاستماع. اوكي بعد كده idioms، عندك كورس كلمات، عندك trash talk، عندك English mentor. كل طبعا الكورسات موجودة فيها بالترتيب والفيديوهات بالترتيب، فبالتالي مش هتلاقي أي صعوبة في متابعة الكورس. أوكي ولا أي صعوبة في الشرح بإذن الله. أوكي ورب يكون أفيدكم وأفيدكم على طول ودايما بالمعلومات. شاير في الخير، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، عشان إن شاء الله تفيد ناس غيرك بإذن الله. Okay so see you soon guys, love you so much, have a good day.